السلام عليكم، اهلا بيكم. انا ياسمين، والنهارده عندي طريقتين للارنبيت او الكرنبيت او الكولي فلاور، يا رب تعجبكم. هنا عندي كرنبيتة او ارنبيتة كبيرة، وعندي هنا شوفان، وعندي سبانخ، وعندي مرقة خضار وفلفل اسود ولبن، ده لبن كاجو، وعندي بصل. دلوقتي انا هقطع الارنبيتة دي على نصين الاول، وبعدين هقسم نص واحدة لاتنين، لاني هستخدم ربعها بس عشان هعمل شوربة ارنبيت او كرنبيت. احنا في اسكندرية بنقول عليه كرنبيت. دلوقتي هقطعها قطع صغيرة. دي طريقة نباتية عشان انا نباتية، بس هقول لكم البدائل بتاعت الحاجات اللي انا هستخدمها لو انتوا مش نباتيين. هنا هحط شوية زيت، حوالي معلقة كبيرة زيت، زيت عباد شمس او زيت ذرة، وهحط البصل، هشوح البصل الاول، الكمية دي هتأكل شخصين، لكن انتوا عايزين تعملوا كمية اكبر اعملوا كمية اكبر، يعني زودوا الكمية. الشوربة دي جميلة جدا في رمضان، هتبقى ان شاء الله. انا بنتي بتساعدني، هي اللي بتحمر البصل. مش عايزين البصل ياخد لون قوي يعني، بس يتشوح شوية. هننزل بالثوم، معلش نسيت اقول لكم على الثوم في الاول، يبقى ثوم وبصل هنشوحهم في الزيت، وبعدين هننزل بال ارنبيت او الكرنبيت، هنشوحه شويه مش كتير، وبعدين هننزل بالسبانخ. السبانخ على فكره ممكن تحطوها اخر حاجه، لا يعني انا حاسه اني غلطت ان انا حطيتها في الاول، لان هي ما بتاخدش وقت، وعشان طبعا تحتفظ بفوائدها اكتر. وهحط شويه فلفل اسود، وواحده مرقه، دي مرقه خضار، انا ما بستخدمش مرقه الفراخ خالص، بستخدم مرقه الخضار في كل الوصفات بتاعتي. وهنا حطيت شويه شوفان، الشوفان هو اللي هيخلي الشوربه تبقى تقيله، بدل ما نستخدم دقيق، الشوفان بديل حلو جدا للدقيق. دلوقتي هضيف اللبن، ده لبن كاجو بس ممكن تضيفوا لبن عادي، وده طبعا لاني نباتية، ده ينفع للناس اللي عندها حساسية للبن، ممكن يستخدموا اي نوع لبن نباتي. وهنا بحط حاجة اسمها نيوتريشنال ييست، دي حاجة النباتيين بياكلوها، بتبقى طعمها زي طعم الجبنة شوية، وبتبقى فيها فايدة عالية جدا، مفيدة بصراحة، هي حاجة صحية، بس للي مش نباتي وبيحب الجبنة ممكن يحط جبنة ريكفورد اللي هي البلو تشيز لو بتحبوا طعمها، لان هي بتبقى بتمشي جدا مع الارنبيت، او ممكن تحطوا شوية جبنة شيدر، بس طبعا هو مش صحي قوي، بس يعني للي حابب، وممكن ما تحطوش خالص، تبقى شوربة من غير اي جبنة. يعني زي ما انتوا شايفين كده هو بدأ يغلي، والصوص بدأ يتقل،
محتاجين نقفل عليها، نغطيها ونسيبها شوية تستوي لحد ما كل حاجة تستوي كويس، القرنبيط يستوي كويس. وخلي بالنا عشان ما يتحرقش، لو حسينا ان احنا هي محتاجة شوية مية نزودها شوية مية. هنا هعمل الوصفة التانية للقرنبيط او الكرنبيط. عندي هنا زيت زيتون، فلفل اسود، شوية كركم. الكركم يا جماعة من الحاجات الكويسة جدا، ممكن تدخلوها في كل الأكلات بتاعتكو، هو مضاد للالتهاب وممتاز جدا جدا، فحطوه على أي حاجة يعني لما لو تقدروا. والكركم لازم تحط معاه فلفل أسود عشان يشتغل. هحط هنا سموكت بابريكا اللي هي البابريكا المدخنة، وهنا ده كاري باودر، البودرة الكاري، حط معلقة او معلقتين حسب كمية انا هعمل نص قرنبيطة، هقطعها لقطع صغيرة وهغطيها هنا بحط كاتشب، ممكن تحطوا صلصة بدل الكاتشب لو مش عايزين تحطوا كاتشب، وطبعا ده اصح يعني بلاش الكاتشب قوي بس بيدي فليفر يعني حلو، وشوية ملح. هنقلب الخلطة دي كلها وهنتبل بيها القرنبيط او الكرنبيط، انا محبش اقول قرنبيط بس يعني معلش عشان بس توصل للناس كلها. هنا هنحط طبعا لازم قبل ما نعمل الخطوة دي ندوق التتبيلة، يعني ندوقها كده على طرف لساننا ونشوف محتاجة ملح، هل محتاجة هل يعني انا هنا حسيت ان هي محتاجة تبقى شوية مسكرة سنة، فزودت لها شوية شوية من هو شراب القايقب، او ممكن تحط شوية عسل. فقبل ما نحطه لازم ندوقه، نقلب بقى كل ده كويس جدا. وطبعا نبقى مسخنين الفرن وهنحطه في صينية وندخله الفرن يتشوى لحد كده ما ياخد لون حلو ويستوى ويطلع. ده بقى جميل جدا، ممكن يتعمل سندوتشات ومعاه سلطة، وممكن شوية سلطة طحينة، حلو جدا. وممكن يتاكل جنب مثلا رز بالخضار للناس النباتيين وغير النباتيين، يعني انتوا لو عايزين تاكلوا حاجة مش عايزين تاكلوا لحمة النهاردة او فراخ، دي من الحاجات اللذيذة اللي ممكن تتعمل. واعملوا برضو الكمية المناسبة للأسرة كلها زي ما انتم شايفين كده بحطه، بلاش تخلوا الصينية متكربسة عشان ما يبقاش كأنه يعني هيستوي على البخار، لا احنا عايزينه يتشوى يبقى شوية كريسبي من بره. نرجع للشوربة، هنا زي ما انتم شايفين هنا شوية تقلت، فهنزودها شوية لبن، وممكن تحطوا مية على فكرة، وفي الاخر تحطوا كريمة لو عايزين يعني شوية فساد، بس يعني نحاول نخلي بالنا واحنا بنعمل الحاجات دي يعني ما تبقاش فساد قوي، ما يبقاش جبنة وكريمة مثلا، يعني يختاروا يا جبنة يا كريمة، فاهمين قصدي؟ يعني حاولوا ان انتوا توازنوا الموضوع شوية. وهنقلبها، احنا عايزين طبعا الشوربة دي تبقى تقيلة ما تبقاش خفيفة، فلازم نخلي بالنا من القوام بتاعها، ما نحطش بقى لبن كتير ندردب كمية لبن كبيرة، لا نحط اللبن بالعقل. اول ما نلاقي ان الكرنبيت او القرنبيط استوى والقوام بتاع كل حاجة مظبوط، هنطفي عليه ونعمله بال هاند بلندر او المضرب الكهرباء. لو ما عندكوش اللي هو الهاند بلندر ده ممكن تستخدمه الخلاط، يعني حطوه في الخلاط واضربوه في الخلاط. بصراحه يعني اللي ما عندهوش الهاند بلندر ده يشتري واحد، انا متاكده ان هو مش هيبقى غالي يعني، بس من الحاجات المريحه جدا في المطبخ، بدل بقى ما نقعد نغسل الخلاط ونحط في خلاط وبعد كده نقعد نغسل، فده بيبقى اسهل واسرع. هنعمل بقى هنضرب كل ده كويس جدا، طبعا السبانخ هتدي قيمه غذائيه عاليه وهتبقى يعني مستخبيه كده الاولاد هياكلوها من غير ما
ما ياخدوا بالهم لو ولادكم مش بيحبوا السبانخ. زي ما انتم شايفين لونها اخضر كده فاتح وتقيلة وطعمها رائع. دوقوا برضو الطعم وشوفوا. طبعا فيها الشوفان، الشوفان قيمته الغذائية عالية. وادي الارنبيط المشوي كمان جاهز. بصراحة يعني الاتنين حلوين، مش لازم تعملوهم في نفس اليوم، ممكن تعملوها دي مرة ودي مرة، بس انا قلت بالمرة اعملهم الاتنين مع بعض مرة واحدة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها، ولما تجربوها قولوا لي رأيكم ايه. ولو سمحتوا لو عجبكم الوصفات بتاعتي ممكن تعملوا سبسكرايب ولايك للقناة بتاعتي. وشكرا جزيلا، مع السلامة.